خدنا المرة ازيكم يا حبايبي، احنا خدنا المرة اللي فاتت some safety precautions to maintain a secure site، اللي هي الاحتياطات الامان اللي احنا بنعملها عشان نحافظ على الموقع بتاعنا. وخدنا اكتر من حاجة. خدنا اول حاجة keep software up to date، اللي هي تحديث البرامج. خدنا error message، اللي هي التعامل مع اي رسالة خطأ تجيلنا. خدنا input data validation، ودي التحقق من صحة البيانات. وخدنا كمان الباسورد، قلنا ان عشان نعمل باسورد لازم نعمل باسورد يصعب اختراقه، ان يكون من حاجات معقدة، ما يكونش مثلا تاريخ الميلاد، ما يكونش الاسم بتاعنا، ما يكونش رقم الموبايل، عشان دي حاجات الناس بتتوقع. هنكمل بقى المرة دي برضو نفس الحاجات دي، نمبر 5 عندي SQL injection. SQL injection وده معناه تجنب حقن جمل، او بيحاول المخترق انه يدخل بارامتر داخل جمله ال SQL، فبتغير حجم جمله، بتغير جمله ال SQL، وفي الحاله دي بتدي نتائج تانية خالص المخترق ممكن يستغلها استغلال سيء ضدي. نمبر 6 اللي هي XSS اللي هي avoid writing XSS cross site scripting code through the website، يعني مقصود بيها ان احنا بندرج كود في صفحات الموقع، والخطورة في قبول الكود ده عدم وجود برمجة مفيش برنامج او برمجة اللي هي تحقق من المدخلات، تتأكد ان المدخلات الموجودة مظبوطة ولا مش مظبوطة. نمبر 7 file uploads اللي هي رفع الملفات، والمقصود بيها ان احنا بنسمح برفع الملفات على الموقع، وده حاجة فيها مخاطرة كبيرة جدا يجب ان احنا نتفاداها، ولو ما عملناش كده الموقع بتاعنا هيبقى ضحية لاي مخترق. ممكن نعالج الاحتمال ده بعمل اختبار للملف، الاختبار للملف المرفوع، ولو كان صورة توفر لغة PHP العديد من اساليب البرمجة للتأكد من هوية الملف ومن نوعه وطريقة التعامل معه. نمبر 8 اللي هي SSL او Secure Sockets Layer، طبقة الاتصال الامن. طبقة الاتصال الامن دي هي بروتوكول بيستخدم لتدعيم التعامل الامن بين الويب سيرفر وبين الويب براوزر عن طريق وسيط ثالث بيسمى CA او Certificate Authority، اللي هي جهة التصديق. نمبر 9 اللي هي ويب سايت سكيورتي تولز،